أسأل، لأن هو قاعد هناك ويشوف الموضوع ده بشكل مباشر بطبيعة عمله ومسؤوليته. الدكتور أحمد غنيم، برحب بحضرتك معانا طبعا. أهلا بيك يا فندم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. هو الكلام ده بيحصل فعلا ودركته ملحوظة؟ هو الحقيقة دركته ملحوظة وتتزايد نتيجة زي ما حضرتك تفضلت تزايد أعداد الزائرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، بل بالعكس الغالبية العظمى من اللي بيتعرض لأن هو يعدي الطريق بيكونوا مصريين، لأن الأجانب أغلبيتهم بيبقوا جايين في مجموعات بيخشوا بالأتوبيس جوه المتحف. أما من يستخدم المواصلات العامة هو اللي بيتعرض غالبا، لأن هو هيضطر يعدي الشارع أو العاملين في المتحف. فمع ازدياد الحركة والحمد لله والرواج للزائرين طبعا متحف الحضارة والمنطقة كلها بتخضع للتطوير دلوقتي، احنا عارفين أفندم، مع وجود المتحف بشكله الجديد والمنطقة كلها بتخضع للتطوير، فالرجل عليها زادت في كل الأحوال. بالضبط بالضبط بالضبط، أصبحت مزار وأصبح فيه حركة. يعني حتى من ضمن الحاجات، زمان ما كانش حد يعرف متحف الحضارة، دلوقتي الميكروباصات بقت في محطة باسم الحضارة. يعني فهو شيء يسعدنا، نرجو بس نتيجة تزايد هذه الحوادث إن يعني يبقى في حل زي ما حضرتك ذكرت، لان المشكله الاساسيه تتعلق كما علمت يعني حينما اجرينا الاتصالات بالجهات المسؤوله ان ده في منزل كوبري اللي هو كوبري جديد ايضا، وبالتالي وضع مطب صناعي قد يكون من الصعب، بس زي ما حضرتك تفضلت في طرق زي ما احنا بنشوف في 6 اكتوبر او الشيخ زايد، في كاميرات، في عيون القطه، في اشاره، في 100 حاجه. احنا عندنا اهم يعني عندنا علماء هندسه مش شويه يعني. فأكيد طرق في حل علم يعني صحيح. أكيد في حل، بس منعا لتزايد الحوادث اللي هي في يعني آسف ان انا اقول في اغلبيه الاحيان بتكون قاتله يعني. مفهوم. نرجو ان شاء الله ان هذا الامر يتحل يعني. نتمنى الخير للناس كلها، وبالتاكيد في حلول ممكنه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد غنيم على وجود حضرتك معانا. زي ما قلت لحضراتكم بالظبط، متحف الحضاره ده زي ما الدكتور أحمد غنيم كان بيتكلم، معظم زواره الأجانب بيبقوا جايين في أوتوبيساتهم، زيارات محددة، بيبقوا داخلين في مجموعات، يدخلوا جوه المتحف. الزيارات اللي تخصنا وإحنا الأولوية رقم واحد كمواطنين، بالتأكيد احتمال زي ما بقول لحضراتكم تبقى وزارة الداخلية شغالة على الكاميرات أو خريطة الكاميرات لهذا المكان، المحافظة تعمل إعادة نظر في إزاي ممكن يتحط مطبات في حتت معينة. يعني مش أنا المتخصص، أنا ممكن أشوف المشكلة وأتأكد إنها حقيقية ولا لأ. وبالتأكيد في مصر في متخصصين عظمة في كليات الهندسة كلها وعلم الطرق يقدروا يتفادوا المشكلة دي.